بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم محمد فكري من شركة خدمات المعدات الفنية ايتكس. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن نظام إخماد الحريق الخاص بلوحة 4007 ES Touch Screen. اللوحة بتاعتنا لو عندنا فاير بالمنظر ده بندوس على الفاير عشان نشوف عندنا سكرول اب السهم ده او السهم ده. لو محتاجين نشوف انواع الفاير اللي عندنا ايه بندوس الارم فانكشنز. لو عايزين ندوس ريسيت او سايلنس ده الباك بنرجع عليه. لو عايزين نجيب الترابلز بتاعتنا 12 ترابلز, ولو عايزين نطلع او ننزل بالمنظر ده تمام عشان نشوف عندنا الترابلز بتاعتنا. طيب مكونات السيستم سريعا من الخارج, نبدأ من الخارج وبعدين نوصل ندخل على داخل اللوحة. من الخارج سريعا هي لوحة ورقم 2 maintenance switch, رقم 3 ال SRB او الفاير ريليزنج ديفايس ده الخاص بالريليزنج للوصل على السولونويد عشان يعمل سبريشن عن طريق الغاز اللي جوه السيستم بتاعنا الخاص بالـ FM200. عندنا طبعا كروس سيكشن زونز سموك ومالتي سنسور بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه, انبوت ديفايسز, عندنا ابورت سويتش ان كيس وي نيد تو ايفاكويت او عشان نتاكد ان جميع الاوكيوبنس اللي جوه اللوحه يطلعوا خارج الغرفه. عندنا مانيوال ريليز ستيشن بالمنظر ده, عندنا تو نك سيركتس which is neck circuit number 1 horn stroke and neck circuit number 2, واخيرا عندنا الجزء الخاص بعمليه السفريشن او الريليزنج وهو السولنويد بتاعنا. ودي السلندر, طبعا باكد ان السلندر فيها كونتنت عن طريق السهم على الجيج اللي كولر كود جرين. سريعا دي مكونات السيستم من الخارج. لو شفنا مكونات السيستم من داخل اللوحة هنلاقيها, رقم 1 عندنا الجزء الخاص بالCPU, والCPU هو لو عايزين نعمل داونلود من البروجرام اللي عندنا عشان ننزل البرنامج او نحمله على اللوحة. عندنا رقم 2 طبعا بطاريات 12 فولت كل واحدة connected in series عشان تبقى 24 فولت, وده السيستم عندنا بتغذى ب 24 فولت باك اب باتريز ان كيس اوف فيلير اوف اي سي. عندنا زون ريلي كارد وهو 8 نقط بالمنظر ده عشان لو محتاجين نعمل انترلوك مع الانظمه الاخرى من طبعا بالبرمجه كترابل اور ريلي. عندنا المين مادر بورد اللي عليها اللوب, عندنا اللوب بيوصل في الاربع نقط دول داخل وخارج. طبعا عندنا كاباستي اوف ذا لوب 250 نقطه 250 points. النقطتين دول خاصين بالاوكسيلري باور. عندنا ال RUI او الجزء الخاص لو عندنا ريبيتر بنعمل عليه كونكشن. طبعا احنا هنا مش عندنا ريبيتر فبنضطر نعمل جامبر ما بين البوزيتيف والنيجاتيف. عندنا 4 ناك سيركت خاصين بالاجراز. ده سريع عن السيستم من الداخل. وزي ما قلت لسيادتكم من شويه السيستم من الخارج بالمنظر ده. شكرا لحضراتكم, السلام عليكم.